بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سنن الفطرة. الله سبحانه وتعالى فطر الخلق، فطر العباد على أولا على أن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالربوبية، فالأدلة على وجود الله كثيرة لا حصر لها، وممكن أن نجمل الأدلة في الأدلة أربعة: العقل والحس والفطرة والشرع. فطرة كل إنسان ترشده وتقول له أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وأنه هو مخلوق، ولا يشك أحد في أنه مخلوق. حتى النمرود، حتى فرعون كان يعرف أنه مخلوق: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. الله سبحانه وتعالى جعل عقوبات في أشياء النفس تشتهيها من المحرمات، فجعل لها عقوبات: السرقة قطع اليد، صح؟ كذا، الجلد كذا، عقوبات. وفي أشياء محرمة لكن ليس عليها عقوبات، اكتفى الله سبحانه وتعالى بأن العبد يرتدع عنها بماذا؟ بالوازع الطبيعي، طبيعة الإنسان. يعني أكرمكم الله، ما تجد أحد يأكل الخبائث والقاذورات، صح؟ لكن في بعض الناس انقلبت الفطر عندهم وأصبحوا يأكلون الخبائث. أي نعم، وليس عنكم ببعيد، يعني بعض الناس يعني تأكل الخبائث، تأكل الحشرات، تأكل الأشياء التي يعني يبتعد عنها بعض الحيوانات حتى. فهؤلاء يعاقبوا في الشرع، يعاقبهم القاضي بالتعزير، يعزرهم. سنن الفطرة يعني فيها مصلحة لنا أصلا، ومنها، نعم، من يذكر لي من سنن الفطرة؟ يا أبو سعود، السواك. السواك هو استخدام عود الأراك، استخدام عود الأراك أو غيره من الأشياء التي تنقي الفم، بشرط أن تكون طاهرة ولا تضر ولا يتفتت، طاهر لا نجس ولا يضر، لأنه بعض العيدان الآن بعض الأشجار تضر اللثة ممكن، أو يكون فيها كذا، ولا تفتت، لأنه كان تفتت ما الفائدة؟ أنت بدل تنظف زدت الطينة بالله، تمام. متى نستاك؟ من يعرف متى السواك؟ يقول الفقهاء يسن السواك في كل وقت، ويتأكد عند تغير رائحة الفم، عند الانتباه، عند النوم، عند الاستيقاظ، عند الصلاة، عند الوضوء، عند دخول المنزل، عند قيام الليل، عند الموت. كيف عند الموت؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في مرض موته أخذ ينظر إلى السواك في يد عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، فأم المؤمنين فطنت لهذا. إذن يسن السواك عند الموت، عند تغير رائحة الفم. طيب ما الفائدة من السواك؟ لو قال لك قائل إيش أستفيد أنا من السواك، ما الفائدة منه؟ نقول أعظم فائدة وأكبر فائدة مرضاة للرب. الله أكبر،
إذن هذا الدين يحث على إيش؟ على النظافة، على الطهارة، على التطيب، على أن تكون رائحة المسلم، لباس المسلم، كل شيء يكون في المسلم إيش؟ طيب. وإن الله طيبا صحيح ولا يحب إلا الطيب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر من طريق ومشى تبقى رائحة الطيب في الطريق حتى يقول الناس مر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الطريق لطيب رائحة عليه الصلاة والسلام. بل أن عرق النبي صلى الله عليه وسلم، عرق النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيب به الطيب، يأخذ عرق النبي صلى الله عليه وسلم ويطيب بعرق النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ الطيب عليه الصلاة والسلام. مرضاة للرب، يعني أنت تستاك وأنت المستفيد، وأكثر من هذا ترضي ربك. ولو تنفق أموال طائلة والله لا تساوي شيء أمام رضا الله سبحانه. مرضاة للرب مطهرة للفم. قال ما وجد سواك، ما وجد إيش؟ عود أراك، فرشة أسنان ما وجدت. قال تستاك تطبق السنة ولو تأخذ خرقة، مش ماغك يعني تأخذ، قال خرق تمام، هذا يتفتت اتركه، يعني خرقة مثلا تلف على إصبعك وتستاك بها. قال إذا ما وجد خرقة، يعني الآن ما وجدت أنا خرقة هنا وليس عندي سواك، بإصبعي الآن أستاك، المهم مطبق إيش؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن السواك سنة، لا مؤكدة، لا تقول سنة، سنة مؤكدة في كل وقت، وتتأكد في الحالات التي قلنا، ويستاك بعود الأراك أو غيره من الأعواد بشرط لا تضر وتكون طاهرة ولا تتفتت. ويكفي في فضل السواك هذا الحديث مرضاة للرب تمام. إذا بعد هذا تترك السواك، تقول ما عندي مسواك، إذا ما عندك تأخذ خرقة أو بإصبعك تمام، غيره نعم. عندنا أخواننا حلق العانة ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظافر، كم حاجة الآن؟ أربع، جزا الله خير، هذا الشيخ ذكرنا بأربع أشياء سنن الفطرة. يقول حلق العانة ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظافر تمام، أربع أشياء ذكرناها مع بعض. لماذا؟ لأنه ما يمكن أن تترك أكثر من 40 يوم وإلا تقع في الإثم. حلق العانة، العانة هو الشعر الذي ينبت حول القبل من ذكر أو من أنثى، يحلق ولا يترك أكثر من 40. ونتف الإبط الشعر الذي ينبت في الإبط، إما يحلق أو ينتف لا إشكال، والعانة إما حلق أو نتف لا إشكال، يقول الفقهاء رحمهم الله. المهم ما تتركه أكثر من 40. تقليم الأظافر، وبعض الناس اليوم يرى أن من الحضارة والتقدم إيش؟ تطويل الأظافر. طيب من قدوة كل مسلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام، أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، سيد ولد آدم، صنع هذا؟ نهى عن هذا؟ نعم. إذا ما يمكن نصنع، تقلم أظافرك. طيب وماذا بعد هذا؟ قال حف الشارب، لا إشكال في أن يكون الشارب طويل من هنا، ما في إشكال، أو من هنا طويل، المهم لا ينزل على الشفتين، والحد معك إلى 40. طيب هذه أربع أشياء ذكرناها، حلق العانة سواء كان حلق بالموس
أو بالمكينة أو نتف بالحلاوة أو بهذه المزيلات الحديثة، وكذلك نتف الإبط، لكن الذي ورد الحلق للعانة والنتف للإبط. طيب، وتقليم الأظافر، قص الأظافر، وإيش؟ قص الشارب. وهناك أشياء يضعها النساء على الأظافر، إيش تسمى عندكم؟ إيش تسمى عندكم؟ اسبري يا شيخ. ها، مناكير يعني جمع منكرات، صحيحة ولا يا شيخ؟ ها، أنا اللي قلت، أنا ما قلت. ها شوف يقول مناكير، مناكير يعني ليست منكر واحد، منكرات كثيرة اجتمعت. طيب، هل المرأة هم يقولوا ما أنا قلت؟ إذن هذه المناكير المنكرات الكثيرة لا يمكن أن تتوضأ المرأة وعليها إيش؟ منكرات. لابد تزيل هذه المنكرات حتى يكون الوضوء صحيحا. تمام، يعني ممكن وقت مثلا العذر الشرعي، الدورة أو النفاس، ممكن تضع هذه المنكرات، لكن عندما تريد تصلي لابد من إزالة المنكرات حتى تكون الصلاة. هذا عارض، يصح الكلام العارض أحيانا للتنبيه، يعني مهم. تمام، أما تطويل الأظافر أو جعل هذه الأظافر اللي هي شو اسمها، لا 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 لا، الأظافر الصناعية هذه لا، ما يمكن، لأن لو وضعتها هذه، هذه في الغالب الأظافر الصناعية ما تزال، وليست ليوم أو يومين، لا، هذه ممكن تبقى أشهر. طب تبقى أشهر، إذا معنى هذا كيف تصلي وكيف تتوضأ؟ وهذا إشكال، وأدخل هذا إلى المسلمات، مهم التنبيه عليه، لهذا من سنن الفطرة أيضا. تمام، إذا عندنا الآن ذكرنا أول شيء السواك، وثم حلق العان ونتف الإبط. ولو تسمع هذا الكلام قد لا تصدق، لأن بعض الناس يغتر بالغرب، يغتر بالغرب بالكفار، ويظن أن عندهم التقدم والحضارة والنظافة، ولا يدري المسكين أن عندهم من مات والله وكان سبب الموت عدم الطهارة، سبب الموت التلوث، وأنه ما تغير اللباس الداخلي لمدة أشهر، بل بعضهم لا يغتسل إلا مرة كل كم أسبوعين أو شهر. وهذا ترى أكرمك الله، إذا سافرت في بلد الغرب الحمامات ما في مياه، ما يستعملوا الماء، وهذا إذا يوجد أكرمكم الله حمام ما في ماء ما يدخله أصلا، صحيح؟ ويقول نستعمل المناديل أندر من الكبريت الأحمر استعمالا للمناديل، نادر جدا، صحيح أو لا؟ أي نعم، إلا إذا كنا في مكان وانقطع الماء أو كذا. طيب، بعد هذا إيش من سنن الفطرة؟ الختان ينقسم إلى قسمين، في حق الرجال واجب، وفي حق الأنثى سنة إن احتاجت. أعيد مرة أخرى، في حق الذكر واجب أن يختتن، أما في حق الأنثى سنة وإن احتاجت، وهذا يرجع فيه إلى الخاتنة، المرأة هذه اللي تتولى الختان عند النساء، مفهوم؟ أما عند الرجال الختان واجب. وعندنا مشكلة، وهي أن بعض الناس يصد عن سبيل الله، يصد عن سبيل الله، كيف؟ كافر الآن يريد يسلم، فهذا يقول له انتبه، ترى عندنا قطع، وعندنا زكاة، وعندنا صيام شهر كامل، وعندنا تصلي 5 مرات، وعندنا كذا، وعندنا انتبه قبل تسلم، انتبه لهذه الأشياء. هذا إيش؟ هذا يصد عن سبيل الله.
جاء رجل نصراني إلى الضحاك بن مزاحم، الضحاك بن مزاحم رحمه الله إمام، فقال له: إني أحب الإسلام. إيش يعني؟ يريد يسلم ويحب إيش؟ الخمر. يعني ما الذي يمنعه من الدخول في الإسلام؟ أنه يعرف إذا دخل في الإسلام مانع من الخمر. إيش تفتي يا شيخ؟ يقول: لا تسلم وروح اشرب الخمر، صح او لا؟ او تسلم ولا تشرب خمر، صح؟ الضحاك رحمه الله قال له: اسلم وان شئت. ترى شيل جوالاتنا، ايفون هات، جزاك الله خير ابو سعود، خذ لنا الايكلود. قال: اسلم وان شئت شربت الخمر. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد ورسول. قال: أنت الآن مسلم، إذا شربت الخمر جلدك السلطان، وإن رجعت عن الدين قتلك السلطان. خلاص ورد، مفهوم؟ أسألكم سؤال: أيهما أفضل، مسلم غير مختتن أو كافر مختتن؟ أعيد مرة ثانية، مسلم غير مختتن أفضل أو كافر مختتن؟ مسلم غير مختتن. وهذا الكافر نقول: من قال لك أنك مخاطب بالصلاة أو بالصيام أو بالحج؟ المرأة، من قال لك أنه يجب عليك الحجاب؟ هذا يقول ابن عثيمين رحمه الله. فإذا أسلم شرح الله صدره للإسلام. نقول: ما نريد منك الآن إلا أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. شيخنا الشيخ عمر يقول: ما يمكن يقولها بلسانه، لا تحسب أنه لا إله إلا الله، حتى المسلم لو قال بلسانه ما تنفعه، لابد قول وعمل واعتقاد، ولابد لها شروط وأسنان حتى يفتح لا إله إلا الله، مفهوم؟ تمام. إذن هذا الختام في حق الرجال واجب، وفي حق الأنثى سنة إن احتاجت، وإن لم تختتن لا إشكال. غيره ها؟ إعفاء اللحى. في عندنا رجل، تعرف أنت عندهم قصائد، ايش يسموها يا شيخ؟ مو شعر يعني، قصائد نبطية ولا ايش يسموها؟ الحديث يا شيخ على النمط. شعر؟ شيلة يا شيخ. لا مش يا ابو، اتركنا من الشيلات الحين، اعوذ بالله من في المسجد شيلات، انا لله وانا شيلة، يقول شيلة شالها الله عنا. فهذا الرجل جاء الى جماعته، وتعرف أحيانا النصيحة يعني إذا كانت بشعر بكلام طيب تقبل، صح؟ وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، مو حسن، تمام. فقال، رأى أنه في قومه يعني انتشر إيش؟ حلق اللحى. فقال هذه الأبيات، تسمح لي؟ تفهموا؟ إن شاء الله تفهموا. قال: يا ربعنا يلي حلقتم لحاكم. يا ربعنا يعني ايش؟ جماعتنا. يا ربعنا يلي حلقتم لحاكم، وش قومكم ترمونها في القمامة؟ قوام الرجل، قوام المسلم وين؟ لحية. وش قومكم ترمونها في القمامة؟ ذي سنة ما سنها مصطفاكم عليه الصلاة والسلام، ذروة قريش اللي رفيع مقامة، صح؟ هو سيد ولدي آدم. عفوا يعني ارخوا، نعم، واطلقوا، عفوا لعل الله يغفر خطاكم، وتذكروا يوم اللقاء والندامه. ذي نصيحه قلتها ان كان ربي هداكم، قلتها يا الربع ومع السلامه. يا اخواننا، حلق اللحيه كبيره من كبائر الذنوب. ليش؟ أولا مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني طاعة للشيطان، لأن الشيطان قال: ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله.
تغيير لخلق الله، تشبه بالنساء، صح؟ أي نعم. طيب لا تستطيع، يعني بعض الشباب وبعض الشيوخ وبعض الأصدقاء يقول أنا ما أستطيع. أقل شيء إيش؟ اعفيها عفاء يسير، خذها بالمقص، واحدة واحدة تأتي إن شاء أحسن، يعني عند أخف إيش الضررين. لا تأخذها بالموس، موس أكبر مشكلة، بالمقص أهون من إيش؟ من الموس. واستعن بالله أنك تعفي اللحية وتقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وجاء فترة من الزمن وكانت اللحية موضة، والله صدح، وصارت اللحية موضة ما في مشكلة، وحلق الرأس فترة. إذا من الفطرة إعفاء اللحى وتكرمها، صح؟ تكرم اللحية، تطيبها، تمشطها، تدهنها زيت زيتون، تمام. لكن ليس كل وقت، لأنه هذا رجل ما هو مرأة، انتبه لهذه الأمور، يعني ما طول اليوم هو واقف أمام المرآة، لا ما يصح، هذا رجل ما يقف كل يوم أمام المرآة، يوم ويوم مثلا أو يومين وكذا، أما كل يوم هو عند المرآة ما يصح، تمام. قال إن لم تكن مرآته أبدت وجه أبدت وسامة فقد أبدت وجه ضيغمي. قال إذا المرآة يعني ما أبدت وسامة، أبدت إيش؟ أسد. نعم تمام. بعده ها ما تعرف السنة الفطرة؟ ما سمعت أنا لك، ما سمع غيره ماش. هذا يبغى له جائزة، الله يبارك فيك. يقول عندنا في الوضوء تخليل الأصابع، خاصة أصابع الرجلين لأنها متلاصقة، وقد يكون بينها لا يدخل الماء عند الوضوء، ومن السنة أن تخلل أصابع الرجلين بالخنصر. نعم تمام. والاستنشاق والمضمضة والاستنشاق والاستنثار في الوضوء هذه من سنن فطرة، ولخاصة عندما تقوم من نوم الليل، إن الشيطان يبيت في خشومك. وقال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. تمام. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. في سؤال أعطونا السؤال، ما عنده سؤال يمشي. نعم ما أودنا نطل عليكم اليوم، ها في سؤال؟ نعم أتفضل. ايوه بسم الله. الناس اليوم شغل الجوالات وشغل عن كثير من الواجبات، وهذا حتى على تربيتهم واخلاقهم. نصيحه للناس، انت تريد الولد انه ما يلعب بالجوال، صح؟ طيب لا تلعب انت بالجوال. تريد ولدك يحفظ قران، احفظ انت اول، صح؟ لابد نكون قدوه نحن للاولاد. الولد ليش يبغى الجوال؟ لأن يشوفك أنت تمسك الجوال. لو يشوفك تصلي يقوم يصلي بجانبك، صح أو لا؟ يشوفك تحفظ قرآن يحفظ قرآن. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. في بعض الدول يعني الآن يوجد عيادات إدمان، مو مخدرات، إدمان استعمال الجوال، وحتى في الدرس هو يستعمل الجوال. هذه مشكلة. ممكن تقنن استعمال الجوال في بعض البرامج هذه، تعرف ان فيها ضرر اكثر من الفائده،
والقاعدة عندنا تقول درء المفاسد مقدم على جلب من ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه. تلفها هي نعم، ألغي هذا البرنامج حياتك لأنه ممكن تموت على هذا، صح ولا؟ إذن ألغي يا أخي والله يعوضك خيرا منه. فالبرامج اللي تلهيك ألغيها. بعض الناس أيضا يلهيك، يعني كل يوم يرسل لك 200 رسالة فاضي ما عنده شغل، يحول عليك رسالة هو ما يقرأها، حطه حظر يا أخي. هذا بيتي ولا بيتك؟ جوال، ها بيتي أنا صح؟ مفهوم؟ طيب الشيخ عمر الآن لو جاء إلى بيتي ودق الباب الأولى وأنا ما ردت عليه، موجود أنا داخل البيت، دقيت دق الثانية وما ردت عليه، ودق الثالثة إيش يسوي؟ يدق الرابعة؟ ينصرف، حتى ولا يعرف أني في البيت، مو يأخذ حجر يكسر الباب يقول ليش ما ترد يا فلان، صح أو لا؟ أي نعم. فهذا الجوال خاص بك أنت صح؟ يقول ليش أنت متصل وما ترد علي يا أبو سعود؟ مو علاقتك، ما لك علاقة فيه. طب ممكن أنا متصل يكون عندي ظرف، يكون عندي شيء، يكون عندي كذا، صح أو لا؟ فأصبحت الأجهزة اليوم سبب بعض أحيان بعض الوسائل التواصل سبب لإيش؟ لقطيعة الأرحام والمشاكل وغيرها. أي نعم، وقال ليش متصل وما ترد علي وليش كذا وليش كذا. وتعرف يعني اليوم تعرف أسرار العائلة كلها بحالات الواتس، لأنه يحط اليوم سافرنا واليوم أكلنا واليوم تغدينا واليوم تعشينا واشترينا فستان واشترينا كذا، الله المستعان. يقول لي بعض الأخوة يقول أنا لا أطالع حالات الواتس، ليش؟ قال أطالعها أتعب نفسيا، صح ولا؟ هذا حصل على دكتوراه، وهذا سوى وليمة، وهذه سافرت، وهذه كذا، ويحصل مشاكل في البيوت، وأنت أحيانا تتأثر من حالات، صح؟ يا أخي لا تطالعها وريح نفسك. وقت المطالعة هذه عندك تستطيع أنك تطالع القرآن يا أخي. فأخواننا يعني يطول الكلام في هذا، وممكن ننضبط يعني تخلي وقت لمطالعة يعني هذه الوسائل وكذا، لا تخلي الجوال دائم يعني مفتوح. أخطر شيء يا شيخ عمر النت المفتوح، هذا أخطر شيء في البيت. نت إيش؟ مفتوح. صحيح يقول عندك مفتوح ولا إيش يقول عندك؟ ها نت مفتوح، هذا أخطر شيء في البيت. ليش؟ حط ما تحط حط، واللي ما تتفرج تفرج، تفرجوا أولادك صح، لكن لو عندك نت ينتهي تمام، أو بدون نت. كنا عايشين أول بدون نت بدون كذا والأمور طيبة والحمد لله رب العالمين. فممكن أنك تحدد النت هذا، تأخذ نت محدد ممكن عندك موجود صح. أي نعم، والحمد لله رب العالمين. موضوع يطول، إلا الله سبحانه وتعالى يعيننا على هذه الوسائل. نعم. نصيحتك لمن يصلي في البيت ويسمع النداء ويحتج بعض أقوال العلماء أنه سقط عنه إذا صلى في البيت. الصلاة إخواننا عماد الدين، منذ أن فرضت الصلاة هل ضيع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة؟ ها؟ لا. طب من كان يتخلف عن الصلاة زمن النبي صلى الله عليه وسلم زمن الصحابة؟ يتخلف مو منافق عادي، لا، لأن المنافق عندهم كان ينقسم إلى قسمين، منافق ظاهر النفاق ومنافق يخفي النفاق. فالذي يتخلف عن الجماعة ذلك الأيام منافق ظاهر النفاق، ظاهر النفاق. صلاة الجماعة أقل شيء فيها أنها واجبة على الرجال بالغين، واجبة. شيخ الإسلام ابن تيمية عنده قول أعلى من هذا، يقول الذي يسمع النداء وهو رجل وليس لديه عذر وصلى في بيته، يقول هو صلاة باطلة، لأنه يرى أن الجماعة شرط في صحة الصلاة. مفهوم؟ طيب إيش تستفيد من الجماعة؟
تستفيد فوائد عظيمة جدا. ما هي الفوائد؟ كل خطوة حسنة في الذهاب طب العودة، الذهاب وإياب، وتأتي جماعة المسجد تحضر مع الجماعة تصلي 27 درجة، وممكن تتنفل وتشوف أخوانك وتسلم عليهم، صح؟ فوائد وتنهى عن الفحشاء والمنكر، أشياء كثيرة جدا. حتى يا أخي أنت الآن تظهر الإسلام عندما تأتي للجماعة وتظهر قوة أهل الإسلام بالاجتماع، صح أو لا؟ أي نعم، أن جماعة واحدة، أمة واحدة، قلب واحد. يا أخي تريح اللي في البيت أنت، لو خرجت والله الأغلب المشاكل حصلت متى؟ أيام كورونا، ليل ونهار وهو يقول لها ليش حاطة هذا وليش شايلة ذا، يقول في أشياء ما كنت أشوفها في البيت أصلا. أبو سعود يقول ما أشوفها، أيام كورونا شفت كل شيء. لا يا أخي تغافل، مطبخ لا تدخل. صحيح في أشياء تؤدي إلى إيش؟ إلى خصومة، وفي أشياء تتعبك اتركها. ومن حسن إسلام المرء، مش دخلك أنت تدخل المطبخ، ما لك علاقة بالمطبخ يا أخي، تدخل ليش واضعين وليش ما غسلته وكذا، مو شغلك أنت. أنت شغلك تجي تحصل أكل موجود، ها، أو اطبخ. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل إلى بيته قال هل عندكم من طعام؟ قالوا لا، قال إني صائم. صوم يا أخي، إيه الحمد لله. يا أخواننا، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. في وسائل معينة بإذن الله، من يوم تسمع يؤذن ويقول حي على الصلاة حي على الفلاح، اشتقل لا حول ولا قوة إلا بالله، تقول يا رب ليس لي حول ولا قوة إلا بك، أعني. يعني معنى الكلام عندما تقول لا حول ولا قوة تقول أبرأ من حولي ومن قوتي، أو ليس لي حول ولا قوة إلا بما أعطاني الله سبحانه وتعالى من حول وقوة، يعينك الله. عندما تنام ايش تقول؟ ها، تدعو الله ان الله سبحانه وتعالى ايش يوقظك الصلاة الفجر، تنام مبكر، تقول الأذكار، تتوضأ. نعم اخوانا، صلاة الجماعة قال واركعوا مع الراكعين، وعندنا بعض المشايخ يقول إذا رأيت رجل لا يصلي مع الجماعة اسأله وقل له تحيض، يقول إيش؟ يقول لا أعوذ بالله ما حيض. قال خلاص إذا ما تحيض لازم شوك الجماعة، مفهوم؟ نعم والله أعلم. نعم يا أخواننا، أي هذا الأعمى لم يرخص له في ترك الجماعة وهو معذور، فما بالك غير الأعمى. والمشكلة والله المشكلة يا شيخ إنك تجد كبار السن، كبار السن هم اللي يحافظوا على الجماعة، والعوام اللي نحن نعدهم من العوام. فعندنا شايب عندنا في المسجد رأى طالب علم برا المسجد، قال أنت طالب علم؟ قال نعم، وعندي بطاقة كلية الشريعة. قال يا ولدي لكن ما أرى عليك أثر طالب العلم. قال ليش؟ قال ما أراك في الصف الأول، مفهوم الشيخ؟ أي نعم. ولو تراقب الصف الأول عندنا في أي مسجد تجد الصف الأول في الغالب ما يتغير، كبار السن. والشباب، في عندنا واحد من الشباب هو إمام راتب للجماعة الثانية، والله ما يتغير. حتى عندكم في العمل في ناس ما تتأخر وفي ناس دائم متأخر. يا أخي استعن بالله وادعو الله سبحانه وتعالى واجتهد وحاول مع أولادك، ممكن الأولاد هم يشجعوك. نعم شيخنا بارك الله فيك، التهاون في لبس الصلاة، في لبس الصلاة، يا بني آدم يقول الله سبحانه وتعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. والآن كنا نتكلم عن حال النبي صلى الله عليه وسلم، عن التطيب، عن اللباس، خاصة إخواننا في الركوع والسجود من يصلي في البنطال ممكن صلاته تكون باطلة.
وممكن أنت عندك عمل هذا مثلا ميكانيكي وهذا في البوية وهذا مثلا في كذا، ممكن يكون عندك لباس تأخذه معك وقت العمل، وقت تجي الصلاة تلبس هذا اللباس حتى لا تؤذي المسلمين يا شيخ. الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، ومن أكل ثوما أو بصلا فلأقربن مصلانا. هذا يقول جزاك الله خير، عندي رخصة عن إيش؟ عن صلاة الجماعة، كل يوم أنا في الغداء والمغرب أكل ثوم وبصل ولا أصلي الجماعة. لا، هذه عقوبة، لأن في زمن الصحابة رضوان الله عليهم كان يعاقب الذي يأكل ثوم وبصل يخرج، هذه عقوبة يا شيخ مو رخصة، عقوبة هذه. وكان ينفى الذي يأكل ثوم وبصل ينفى لعين، قال إلى البقيع، لأن البقيع زمن النبي صلى الله عليه وسلم خارج المدينة خارج البنيان، ينفى إلى البقيع، هذه عقوبة ما هي رخصة، مفهوم؟ وممكن يا شيخ عمر تحط لنا البصل وهذا وما حصل بعد العشاء صح؟ أو بعد الفجر، إيه ما في إشكال. وعندك أصلا أيضا يعني يقول إذا وقت الصلاة بين الصلاة والطعام طويل ممكن تستاك تأخذ مثلا بقدونس أو كذا أو نعناع، المهم لا تدخل المسجد إلا برائحة طيبة تريد تقبل الله منك. وهذا بيت من؟ بيت الله سبحانه وتعالى، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. نعم شيخنا الله يحفظك، بالنسبة لإخواننا المستضعفين هل الدعاء تبرأ به الذمة تجاهه؟ والله أنا أصنع اللي أقدر عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال أنا أرى المستضعفين في بعض الدول وكذا، ماذا أصنع؟ قال اللي تقدر عليه، تقدر عليه تدعو ادعو، تقدر عليه أنك تدفع أموال لجهات معتمدة من الحكومة تثق فيها 100% ادفع، أما جهات مشبوهة لا تدفع، لأنه ممكن يأخذوا هذه الأموال يقتلوا بها على الإسلام، مفهوم؟ وقال منعوني عن الجهاد، هذا قال أنا أريد جاهد ومنعوني عن الجهاد، من اللي منعك؟ قال منعني السلطان ومنعني المفتي، منعني السلطان ومنعني المفتي، وأنا أحدث نفسي بالجهاد. نقول تمام، لو كان هناك إثم، لو كان على من؟ على السلطان وعلى المفتي، وضعها في رأس عالم وطلع منها سالم خلص صح. هل معنى هذا أنه ما تحدث نفسك بالجهاد؟ حدث نفسك بالجهاد، لكن جهاد حق، والجهاد عبادة أو عادة؟ عبادة، والجهاد له شروط. نعم، فأنت حدث نفسك بالجهاد كما حدث عمر، عمر رضي الله عنه كان يدعو الله أن يرزق شهادة في سبيله وفي بلد رسوله عليه الصلاة والسلام، رزق الله الشهادة وهو في المنبر. تمام، إذن أنت ادعو الله سبحانه وتعالى يرزقك شهادة حق لا شهادة زور، واصنع اللي تقدر عليه، واللي ما تقدر عليه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، ها تمام 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 تمام. الآن إرضاء الناس غاية لا تدرك، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. والضابط عندنا، لأن هذا يقول طولت وهذا يقول خففت وهذا يقول توسط وهذا يقول ما نريدك تصلي أصلا، وهذا تجد في كل مسجد، لا يوجد مسجد على وجه الأرض إلا لابد تكون خصومة بين الإمام والمؤذن أو الإمام المؤذن والمصلي، هذا في كل المساجد. لماذا؟ لأن الشيطان ما يريد أن نجتمع على عبادة الله سبحانه وتعالى. وقل لعبادي يقول التي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، خاصة في المساجد. فرحلة الضابط عندنا هو إيش؟ هي السنة. يعني لو صلى بنا الإمام في يوم الجمعة في الركعة الأولى بعد الفاتحة بالسجدة، وفي الثانية بعد الفاتحة بالإنسان، نقول طبق السنة، وهو يعني هداه الله، ادعوا له يا أخي بالهداية.
نعم ادعوا لشيخكم بالهدايه وتعالوا للشيخ قول يا شيخ جزاك الله خير، هذه الايام شتاء والوقت طويل طول، وفي الصيف قصر وخليك وسط يا شيخ عمر الله يجزاك خير، لو تاتوا للشيخ وكلمتين باذن الله يمشي. وقول يا شيخ كذا ممكن تطول يوم الجمعه عندنا اجازه طول او كذا، يصح اخواننا اخواننا يعني الكلمة الطيبة صدقة، وإن الرجل ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. يعني لو قل له بسعود الآن تستطيع تصوم ولا تفطر الدهر كامل؟ قال ما استطيع. تقوم الليل ولا تنام؟ يقول ما استطيع. نقول تستطيع بإيش؟ بحسن الخلق. بحسن إيش؟ الخلق. وكان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام، حتى لا يأتي الشيطان وكذا. وبينك وبين أما تأتي جماعة المسجد تقول والله طول الشيخ عمر وقصر وكذا وما عجبنا، هذا ما نستفيد شيء من هذا إلا غيبة ونميمة وتضيع أجرك. وممكن إذا كان مساجد قريبة ممكن هذا المسجد طول روح المسجد الثاني صلاة الفجر حتى لا يطول عليك الشيخ عمر، يعني في حلول ممكن. المهم يا أخواننا لا تضيع أجرك بالغيبة والنميمة خاصة في المساجد. نعم والله أعلم. الله المستعان. أنا ما أظن أنه في عاقل يدخن، أنا ما أظن يعني صدق والله أخواننا، اللي مبتلى بالتدخين ماذا يصنع؟ يعني لا أنت تضحك عليه، لا قل يا أخي حاول. عندنا عيادات لمساعدة هؤلاء المدخنين على ترك التدخين، لأنه ممكن يكون ترى مدمن تدخين، حاول تساعد وتقول له ترى مسؤول وحاول ورمضان يأتي الآن، ادعو الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليك، وطالما استطعت أنك تترك التدخين من الفجر إلى المغرب بإذن الله تستطيع التدخين. إذا لابد أن نساعدهم. وهذا الشيخ يقول له مدخن يقول يا أخي اتق الله قبل تدخل، حاول تأخذ نعناع أو شيء، وإذا بليتم فاستتروا، لا تجعل تجعل الدخان على باب المسجد أو على كذا وعلى كذا وأشياء كثيرة. فأخواننا يعني لابد أن نكون أمة واحدة نساعد هذا المدخن. سبب التدخين في الغالب الأصدقاء، أصدقاء السوء، نعطيه سيجارة ويضحك عليه إذا بطل دخان قال خذ يا عمي سيجارة. وأنا استغرب والله أنه بعض الناس لو تطلبه أقل عملة عندكم كم؟ 100 فلس. لو تقول أعطيني 100 فلس والله ما يعطيك، أعطيني سيجارة يعطيه ويولع له كمان لأنه يعينه على المعصية. صحيح والله لا ما يعطيه 100 فلس والله، لو تطلب الآن مدخن تقول أعطيه 100 فلس ما يعطي، لكن تقول أعطيني سيجارة يعطيك ويولعها كمان. الله المستعان. إخواننا في الشرع الذي يتلف المال هذا في الشرع يحجر عليه، وهذا لا يحسن التصرف في ماله. وهذا التدخين يعني فيه ضرر كبير، إضاعة للمال والصحة، ويؤذي تؤذي المسلمين وتؤذي أهلك وتؤذي أولادك. ولو تسأل أي مدخن في الغالب تريد ولدك يدخن يقول لا، طب أنت قدوة له لو رأك كيف تدخن. والمشكلة مو هنا، كلمنا أحد الشباب يا شيخ يعمل في مكتب يقول الغرفة اللي نحن فيها 8 في 8 وإحنا 3، 2 مدخنين وهذا صديقي لحيته ما شاء الله غير مدخن، يقول أنا عند الشباك أفتح الشباك وهم يدخنوا، يقول معي في العمل. يقول بعد فترة أذهب إلى البيت يكلمني يقول والله
أريد أدخن صداع. إلى الآن يقول أثر التدخين عندي وأفكر في التدخين. ليش؟ لأنه رضي أن يكون مع أهل المدخنين، فما بالك أهلك اللي معك في البيت ويقولهم مدخنين أو علماء. العلماء يقولوا عن التدخين أنه ضرر الذي يكون مع الضرر اللي يكون على الذي مع المدخن أكثر من الضرر اللي على المدخن. وأحلى مكان، أحسن مكان، سألت بعض المدخنين مشكلة هذا، سألنا أحلى مكان للمدخن تدري وين؟ أكرمك الله في الحمام. والله واحد يقول لي أحلى سيجارة، واحد من المدخنين يكلمني يقول والله أحلى سيجارة أشربها في الحمام. في الحمام لماذا؟ لأن هنا شياطين ما في ملائكة، والروائح يعني متقاربة. فلا تضحكوا على المدخن، تدعو له وتحاول تساعده، تقول يا أخي أنا بساعدك والله يعينك، وادعو في السجود وادعو الله سبحانه، بس خلي عندك عزيمة صادقة أن تترك التدخين. واصدقائك غيرهم، والسكن غير السكن، حاول قدر المستطاع أن توقف هذا الأمر وهو التدخين. نسأل الله العافية والسلام، الله يتوب علينا وعليكم يا رب. والمشكلة يا شيخ أنهم يعني في هذه الأيام يعني جاءوا حتى بالتدخين لغير المدخنين. نعم هذه السجائر الإلكترونية وقالوا ما فيها أي مشكلة وما فيها ضرر وما فيها نار وما فيها كذا وما فيها كذا، وهي في الحقيقة تدخين ما في فرق. وضحكوا على بعض الناس، أصبح اللي ما يدخن يدخن الآن إلا من رحم الله، الله المستعان. نعم يا أخي. أحسن الله إليكم. وإليكم. بارك الله فيك. الآن في الأيام الكبار كثير من ولاة الأمور يهتم بابنه بصحته وبدنه، لكن لا يهتم بالصلاة. خليك نايم عن صلاة الفجر، نام يا ابني نام، كنا صلاة الفجر خليك تروح، أما الامتحانات لا، شيء أساسي. إذا نذكر نفسنا، أخواننا خاصة يعني هؤلاء الأولاد، الولد هذا يعني أمانة، أنت مؤتمن عليه سواء ذكر أو أنثى، والمصلحة إيش؟ في إيقاظه للصلاة، والمفسدة في تركه لا يصلي. وبالأمس قلنا لكم أن لابد نربي الأولاد على إيش؟ الذكور على الرجولة. إيه نعم، تعطيه فلوس تقول خذ وروح اشتري خبز، أنت رجل صح؟ وأنت أبو فلان، أبو عبد الله، أبو سعود، أبو صالح، تربيه على الرجولة. والأنثى تربيها على الأنوثة، تقول أنت أم عبد الله، أم صفية، أم خديجة. نعم تربيها على الأنوثة، تقول تطبخ، تجيب لها ألعاب الطبخ للبنت، والولد تجيب له ألعاب إيش، سيارة ولا حفارة ولا أي. نعم تعود هذا على الرجولة وهذا تعوده على الأنوثة. تقول أنت رجل لابد تستيقظ للصلاة، وأنت لابد تصلي مع أمك. تمام، فلابد هذه الأشياء. وممكن يا أخي والله عندنا إمام الشيخ، معليش عاد شوية على كلام، عندنا إمام أنا أراه بعد الصلاة كل الأولاد الصغار يأتوا يسلم على الإمام، استغرب إيش فيه؟ قال والله هذا الأولاد كل ما يصلوا معي عندي لهم حلوى وكافئهم وأسلم عليهم، وأصبحوا ما شاء الله هم جماعة المسجد صغار. لأن هذا الصغير اليوم إذا تطردوا من المسجد غدا تريدوا يأتي إلى المسجد، لكن بشرط المحافظة على حرمة المسجد، على الهدوء. وممكن إذا رأيت اثنين يشاغبوا خلي واحد عن يمينك واحد عن شمالك. أي نعم، فإخواننا ممكن هذا الصغير إذا أعطيته المعلومة الصحيحة ممكن هو يجيب الكبير اللي ما يصلي. صحيح، والله المستعان. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. لا سؤال واحد، راح السؤال خلاص غيره. نعم يا أخي. كيف يتعامل
الآن يرى ويرى ويرى، وكثرة المساس تميت الإحساس. حاول يا أخي، هذه البرامج الأسواق، أسواق ممكن تأتي الأسواق في أوقات ما فيها زحام ولا ذروة، صح؟ الصباح مثلا، أوقات المباريات، هذا أحسن وقت تنزل في السوق، ما في أحد، وحتى هذول اللي في الدكان يبيعك بأي قيمة، المهم تمشي وعشان يتفرج كأس العالم، مو فاضي. فهذا أحسن وقت، فلا تذهب إلى السوق في أماكن. والآن الحمد لله ارتحنا، ترى في نعمة والله، بل نعم، الآن أونلاين تستطيع تشتري ولا تذهب للسوق ولا شيء، وتجد أقل الأسعار مع التوصيل، توصيل مجاني، والحمد لله رب العالمين. حاول قدر المستطاع أنك تبتعد عن البدع، عن البدع والمنكرات، وتدعو الله سبحانه وتعالى أن يجنبك الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم، خلاص، آخر سؤال. نعم، فتوى بس. طيب، نعم، ما يخص حلقة اللحى. نعم، سألوا الداعي الإسلامي يوسف أسلس، نعم، عن جواز حلق اللحى. أي نعم، قال يجوز للمرأة. للمرأة؟ طيب، نعم أخي. لا، خلاص خلاص، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا.